سنتين احنا كنحتفلوا ذكرى 100 لاول مؤسسه مسرحيه اللي هو مسرح سيرفانتس طنجه اللي كان كيلو عليه بدا يدخل في الاطلال والمسارح اللي بدات تهتم وعدد المؤسسات دوليه وعالميه اللي تنادي بانقاذ مسرح سيرفانتس بطنجه لكي لا يلقى مصير المسرح البلدي في الدار البيضاء لحصلاته البراكسة بإرادة الناس المنتخبين اللي قرطوه وديروا في بلاصتو جلدة وصافي. الانتباه على أساس أن معالم سنعتزو لأننا عندنا معالم تاريخية في البلاد. وسنعتزو بأن حتى سيدي القاسم فيها معالم تاريخية. إذا كانت كبار في عمرها 200 سنة راه أهم البناية الأولى ديال كبار ديال سيدي القاسم الحضارية لأن القصبة الإسماعيلية وكانت الضالع ديال سيدي القاسم اللي هو قديم اللي القصبة الإسماعيلية مبقى منها غير واحد الطريف ديال التراب وهذا عار على الناس أهل البلاد وعلى جميع المسؤولين أن ما نحافظوش على هذا الفرد أنه قصبة إسماعيلية اللي خصها تبقى على الأقل نذكروها راه كانت هذه بلاد البلاد قصبة إسماعيلية كان مدينة قديمة في هذه مدينة سيدي القاسم اللي هي كتلاشى واللي بقدرة ناس مسؤولين كانوا مسؤولين على هذه البلاد نزلوا عندنا قرارات بلدية الطيب والخبن في هذه المدينة أنه فرضوا علينا اللون الرمادي لمدة سنين مفرضين علينا أن جميع الأبواب والنوافذ يكونوا مصبوغين باللون الرمادي وهذا اللون الرمادي من الطفولة ديالنا حنا كنعرفوا لون ديال الحبس لون ديال الكوميسارية فكانوا بحال وضعين نفسي كبير ومن ضمن الأشياء اللي الناس ما تعرفوش على الأشياء أنه نافذة قديمة أو باب قديم تاريخي كيتقلع وكيتحط بابه باب ديال الحديد عار نقولو تندير دابا داك الجريمة في حق التاريخ ديالنا وفي حق التراث ديالنا عار حشومة علينا كاملين حنا كلنا مسؤولين إلا حيت شي واحد شي شجر قديم ولا شي باب قديم راه كيرتاح الجريمة ولكن حنا تنشوفوه تنعرفوه راه حنا ساكتين على ديك الجريمة إذا طيحنا راه خصنا نرجعو حتى نشوف في أوروبا الناس اللي ديروا قرارات أنهم يمنع منعا كليا تشويه وتغيير المدينة القديمة هادو هما القرارات اللي خصهم يصدروا يمنع منعا